هل تريد بدء البيع في موقع ايباي ولا تعرف من اين تبدأ؟ هل تريد ربح المال من خلال البيع عبر موقع ايباي؟ مرحبا بكم، انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي، وقد بعت الاف المنتجات في موقع ايباي خلال 7 سنوات الأخيرة. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 10 العوامل المهمة التي يجب معرفتها قبل البدء بالبيع في موقع ايباي. العامل الأول، يجب أن تقرر ما هو نوع المنتجات التي ستبيعها. في موقع ايباي يمكنكم بيع أي نوع منتج تريدون، إن كان ملابس أو منتجات إلكترونية أو ألعاب. يمكنكم أيضا بيع منتجات مستعملة، ونصيحتي لكم أن تركزوا منتجاتكم لفئة واحدة، مفضل اختيار فئة تحبونها أو تعرفون بعض المعطيات عن المنتجات التي تباع بالفئة. العامل الثاني، يجب عليكم تحديد نوع عملكم. يوجد الكثير من التجار الذين يبحثون عن الطريقة للربح بأسرع وقت ممكن عن طريق شراء منتجات من أي مورد كان وبيعها في موقع ايباي، ولا يهتموا كم من المال سيربحون من كل العملية. ويوجد النوع الثاني من التجار الذين لا يهتموا في بيع كميات كبيرة كل يوم، وإنما يهتموا أكثر بالربح الكلي من كل صفقة. ربما في البداية سيكون من الصعب تحديد الطريقة التي تريدونها، ولكن مع اكتساب الخبرة ومرور الوقت ستعرفون الطريقة الأنسب لكم. العامل الثالث، يجب عليكم معرفة كم من المال يمكنكم استثماره في مشروعكم. الكثير من التجار لا يهتموا لهذا المعطى. قبل البدء في أي مشروع تجاري يجب تحديد الميزانية للمشروع ومعرفة المبلغ الكلي الذي تملكونه، لأنه يوجد الكثير من التكاليف الأخرى في حياتنا. لكل مشروع يتطلب استثمار المال، فكما يقال لربح المال يجب استثمار المال. أنصحكم البدء بمبلغ بسيط ورؤية أداء مبيعاتكم، ومن ثم زيادة المبلغ تدريجيا. العمل الرابع، يجب عليكم معرفة كم من الوقت يمكنكم تكريسه لمشروعكم. كل مشروع تريدون العمل به سيأخذ منكم الوقت. مشروع مثل البيع في موقع ايباي سيتطلب الوقت، مثل إيجاد المنتجات لبيعها، الرد على أسئلة الزبائن، صيانة متجركم وأخرى. فلذلك مهم جدا معرفة كم من الوقت يمكنكم استثماره في مشروعكم. العامل الخامس، أن يكون لديكم مساحة لتخزين المنتجات وتصوير المنتجات. يجب أن تكون منتجاتكم موجودة في مكان واحد ومرتبة، لكي يكون لكم من السهل إيجادها ولا يحصل لها أي ضرر. العامل السادس، لكل مشروع تبدأونه عليكم تحديد هدف أو أن يكون لكم طموحات. أنصحكم كتابة طموحاتكم أو أهدافكم على ورقة. مثلا هدفي خلال 3 أشهر القريبة ربح 2000 دولار بالشهر، ولصقها أمام حاسوبكم. العامل السابع، وهو أكثر متعلق في البند السابق، عليكم سؤال نفسكم ما هو السبب الرئيسي لإنشاء مشروعكم؟ هل هو بسبب أنكم تريدون أخذ عائلتكم إلى رحلة خارج البلاد، أو تريدون حياة أكثر مستقلة وأكثر رفاهية، أو تريدون مصدر دخل ثاني؟ العامل الثامن، وهو المشاركة. أنصحكم مشاركة أصدقائكم أو أقربائكم بخصوص المشروع الذي تريدون البدء به، وما هو هدفكم من هذا المشروع. يمكنكم الاستفادة من ذلك، وسيعطيكم الكثير من الثقة بنفسكم. العامل التاسع، وهو تجهيز الأدوات اللازمة لمشروعكم. إذا كنتم ستشحنون المنتجات بنفسكم، عليكم شراء أدوات التغليف اللازمة لمنتجاتكم، أو أدوات ملائمة لتصوير المنتجات. جميع اللوازم يجب أن تكون متوفرة لبدء مشروعكم بشكل صحيح. العامل العاشر والأخير، وهو هل أنتم مستعدون للتضحية من أجل نجاح عملكم؟ لجميعنا يوجد هوايات أو مستلزمات يومية نفعلها، مثل مشاهدة التلفاز أو السهر مع الأصدقاء. فلذلك عليكم أن تضحوا في إحدى هذه الهوايات لتطوير وتنمية مشروعكم.
أنصحكم بدلاً من مشاهدة التلفاز يمكنكم تكريس وقتكم في بحث أسواق لمنتجات جديدة يمكنكم بيعها وربح المال منها في موقع إيباي. شكراً جداً لمشاهدتكم هذا الفيديو وأتمنى أنه ساعدكم. ولكل شخص الذي يتساءل إذا البيع في موقع إيباي مربح وممكن، أنا أقول لكم أنا متأكد أنه مربح. يوجد آلاف الأشخاص التي أعرفها تربح آلاف الدولارات من البيع في موقع إيباي. ونحن الآن في سنة 2018، إمكانيات ربح المال عبر الإنترنت هي لا نهائية، وأنا متأكد البيع في موقع إيباي هو من أفضل الإمكانيات الموجودة. أرجو كتابة أي تعليق تحت الفيديو وكتابة من أي دولة أنتم، يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو. ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.